مساء الخير. بدأ العد التنازلي للانتخابات، 28 يوم تقريبا متبقية على الموعد. 28 يوم قد تشهد تصاعد في حدة الصراع السياسي. بالمقابل راح تكون هذه الأيام مرهقة للحكومة، المفوضية، الأجهزة الأمنية، للمواطن كذلك، لأن الكل خال إيده على قلبه ويدعي الله يعديها سلامات. وبلكي الكتل شوية تهدي لعب. احنا دائما ننتقد، لكن بنفس الوقت من نشوف إيجابيات نأشر عليها من باب الإنصاف. رغم كل الملاحظات وحالة اليأس بالشارع، نشوف أكو خطوات تطمينية يمكن ما شفناها بالانتخابات الماضية. مثلا باليوم الأول من الشهر الحالي أعلن مكتب رئيس الوزراء عن إحباط محاولة لتزوير الانتخابات والقبض على شبكة تزوير مرتبطة بشخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة. هذه خطوة استباقية تنطي إنذار لكل من يحاول التزوير. الخطوة التطمينية الثانية، تذكرون ايش قد حذرت شخصيات من تسريب أو سرقة البطاقات الانتخابية قصيرة الأمد اللي موجودة بمخازن المفوضية. قبل يومين المفوضية قامت بإتلاف 4 ملايين بطاقة قديمة صادرة في سنوات 12 13 14، وأصحابها ما استلموها. عملية الإتلاف تمت بإشراف الأمم المتحدة، حتى لا يطلع واحد يقول يابا تلفوا لهم كم بطاقة أمام الإعلام وسربوا البطاقات الباقية. ثلاثة، المفوضية تقول أكو من 500 إلى 600 مراقب دولي راح يشاركون بمراقبة الانتخابات. هذا الرقم يساوي أكثر من 4 أضعاف عدد المراقبين الدوليين في انتخابات 2018، واللي كان عددهم 130 مراقب فقط. دول المراقبين راح ينتشرون على المراكز الانتخابية، راح يكون وجودهم مطمئن للناخبين. رابعا، احنا بلد صار له سنين عايش يوم بيوم، يعني تصير مناسبة معينة نتحضر لها أمنيا قبل فترة قصيرة باستثناء المناسبات السنوية الثابتة. لكن هالمرة شنو اللي صار؟ بالبداية تم تشكيل لجنة أمنية عليا لحماية الانتخابات. هذه اللجنة تنقلت بين المحافظات، عقدت اجتماعاتها مع القادة الأمنيين والمسؤولين المحليين. مو بس هنا، اليوم نفذت هذه اللجنة أول ممارسة أمنية خاصة بالانتخابات. يعني اليوم تم توزيع القوات وتوجيهها بتنفيذ مهامها، وكأنما اليوم هو يوم الاقتراع. هذه الخطوة مهمة جدا، لأن تخليك تتعرف على المشاكل، ملاحظات تعالجها قبل الانتخابات. لكن ملاحظاتنا وين؟ المخاوف اللي تتردد بالشارع نحسب لها حساب. شلون إذا جاءت على لسان القائد العام للقوات المسلحة؟ اليوم السيد الكاظمي وخلال المراسلة الأمنية دعا القادة الأمنيين إلى ترك تعاطفهم مع البعض وأن يكون الولاء للدولة. شباب طول التصريح، إيش تعاطفكم مع البعض؟ عندكم مسؤولية الولاء للدولة فقط، الولاء للمهنة وللدولة. ما تعرضون إلى ضغوط، تعرضون إلى محسوبية. أتمنى عليكم تجاوزها وعدم السماح للعواطف تأثر في قراركم في يوم الانتخابات. أعتقد هذا اعتراف بوجود ولاءات للأحزاب داخل المؤسسات الأمنية، وهالشيء لازم يواجه بحزم وما نكتفي بدعوات شفهية فقط. الشيء الثاني اللي جاء على لسان السيد الكاظمي هو وجود أحزاب تبتز المواطنين انتخابيا. شلون؟ أم نعرف من خلال هذا التصريح؟ عندنا شكاوى كثيرة قاعدة تجي في بعض المناطق، هناك بعض الكيانات وبعض الأحزاب قاعدة تهدد المواطنين في بعض مناطق سكناهم، إنه يوم تجي يجيب لك 5 بطائق 10 بطائق جيب عائلتك، وإذا ما تنتخبنا إحنا نعرف شلون نتعاطى وياك. أتمنى من الأجهزة الأمنية تتعاطى مع أي شكوى بكل حسم وبكل قوة. لا نتراجعون، هاي الجماعات اللي تحاول تبتز الناخب هي محاولة خطف القرار المواطن ومحاولة التجاوز على الدولة وتجاوز على القانون. وأنت ممثلي اليوم لهيبة الدولة ممثلي نيابة عن القانون. هنا أيضا الموضوع خطر، لكن باعتبار السيد الكاظم يقول استلمنا شكاوى من الناس على بعض الأحزاب اللي تبتزهم، ليش ما يصير تحرك على هذه الأحزاب ويتم محاسبتها؟ حتى على الأقل تكون رسالة إلى الأحزاب الأخرى. أبو المثل يقول أضرب الكبير يخاف الصغير. بعد شنو صار اليوم؟ مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية مخصصة لدعم الانتخابات بحضور المحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات. هذه الجلسة أيضا نقدر نقول عليها الأولى من نوعها، تعكس اهتمام الحكومة بالاستحقاق الانتخابي. المفوضية قدمت خلال الجلسة قائمة من 17 احتياج. من كلام رئيس المفوضية نفهم أنه هذه الاحتياجات أغلبها تهدف إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، خاصة وأنها تركز على الالتزام بإعلان النتائج خلال 24 ساعة
من انتهاء الاقتراع. شباب انطونا التصريح. حقيقة الأمر كانت هذه الاحتياجات 17 احتياج، وكان في مقدمة هذه الاحتياجات هو أن نؤمن وصول عصا الذاكرة من مكاتب المحافظات إلى المكتب الوطني، وبشكل سريع جدا يجعل المفوضية قادرة على أن تلبي الالتزام وهو إعلان النتائج خلال 24 ساعة، وضمن خطة تعدها المفوضية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا. أيضا كان المفوضية طلبات تتعلق بتسهيلات بعض الإجراءات المالية وبعض الإجراءات الأمنية وبعض الإجراءات اللوجستية التي تحتاجها كدعم من المحافظين في المحافظات كافة. نشكر من هنا السادة المحافظين على مساعدتهم وتلبيتهم لما تحتاجه المكاتب الانتخابية في المحافظات.